موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قال الشيخ السعدي رحمه الله: قوله تعالى كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون، يقول قال لهم وقالوا كما قال من قبلهم، تشابهت قلوبهم في الكفر فتشابهت أقوالهم وكانوا مع شركهم يأتون فاحشة لم يسبقهم إليها أحد من العالمين يختارون نكاح الذكران المستقذر الخبيث ويرغبون عما خلق لهم من أزواجهم لإسرافهم وعدوانهم فلم يزل ينهاهم حتى قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين أي من البلد. فلما رأى استمرارهم عليه قال إني لعملكم من القالين أي من المبغضين له الناهين عنه المحذرين. قال رب نجني وأهلي مما يعملون أي من فعله وعقوبته، فاستجاب الله له فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين أي الباقين في العذاب وهي امرأته. ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا أي حجارة من سجيل فساء مطر المنذرين أي أهلكهم الله عز وجل عن آخرهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وهذه الآيات التي تتناول فاحشة هؤلاء القوم ربما البعض يظن أنها كانت قديما وانتهت، والأمر ليس كذلك، بل إن واقع المجتمعات الغربية بل وبعض مفكريهم يدعون إلى ذلك وبلا حياء، ويفعل ذلك أيضا في بعض الكنائس هناك، بل وهناك من يدافع عن حقوق الشواذ ويدعو إلى ذلك تحت مسمى الحرية قاتلهم الله. لذلك هذا الكتاب المبارك كتابنا القرآن الكريم يعالج كل هذه المواضيع ويبين خطرها. فهؤلاء المجرمون، هؤلاء الشواذ القدامى، لهم نسل معاصر، يعني يدعو إلى ما دعوا إليه وإلى ما فعلوه، ويريد أن ينشر ذلك بين المجتمعات بما يسمى وتحت ما يسمى زواج المثليين، يسمونه زورا وبهتانا زواجا قاتلهم الله. والآيات تبين خطر هذه الفاحشة وضرورة تصدي الدعاء لها
وأمر هؤلاء وغيرهم بتقوى الله إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. وهذا من الأمانة التي حملها الدعاة إلى الله عز وجل، فهم أمناء على دين الناس يحرصون عليهم وعلى طاعتهم لله وعلى نهيهم عن معصية الله سبحانه وتعالى، ولا يبتغون في مقابل ذلك أجرا من الناس، إنما يطلبون الأجر من الله سبحانه وتعالى. وفعل هذه الفاحشة من الاعتداء، كما قال الله عز وجل بعد أن ذكر الرخصة فيما يكون بين الزوج وزوجه من فعل الحلال وكذلك في ملك اليمين، قال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وهنا قال بل أنتم قوم عادون. وهذه الفاحشة مخالفة للفطرة السليمة السوية والعقول المستقيمة، ولذلك وصفوا بهذا الوصف، وصف بهذا الوصف من يأتيها. فما كان رد هؤلاء المجرمين إلا أن قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. وفي الآية الأخرى أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وكأن أهل الطهارة والتطهر هم الذين يخرجون، مع أن الأمر ينبغي أن يكون عكس ذلك. فأظهر لهم لوط عليه السلام بغضة لما هم عليه بعد أن أمرهم ونهاهم، فقال إني لعملكم من القالين، والتجأ إلى ربه ودعاه رب نجني وأهلي مما يعملون فاستجاب الله له. انظروا للعقوبة، أن دمرهم الله عز وجل وأمطرهم بحجارة من سجيل عياذا بالله تعالى. لذلك ذهب بعض العلماء إلى أنه يفعل ذلك بمن فعل هذه الفاحشة، يلقى من مكان مرتفع ويتبع حجارة والعياذ بالله تعالى حتى يقتل وحتى يموت. وذهب أكثر العلماء إلى أنه يقتل الفاعل والمفعول به، كما في حديث ابن عباس من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، كما عند أحمد بسند صحيح. وعلى المسلمين الانتباه لهذه الجريمة في مجتمعاتهم والأخذ بأسباب حماية المجتمع منها بالابتعاد عن مواطن السوء ومواطن الشبهات، وحفظ الأولاد من هؤلاء الشواذ، والانتباه لأبنائنا مما يحاط بهم ويحاك بهم، والاهتمام بتزويج الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. كذلك على الخطباء والدعاة أن يحذروا من هذه الجريمة وأن يبينوا عواقبها الشرعية وكذلك الطبية والأخلاقية والنفسية. وكذلك على المسلمين جميعا المدافعة عن دينهم وبيان خطر تلك الدعوات المشبوهة وبغض هذه الجريمة وكراهتها والبراءة منها وكراهة فاعلها بحسب هذا الذنب الذي اقترفه. أما من وقعها وتاب إلى الله عز وجل وستر الله عليه فباب التوبة مفتوح، والله عز وجل يقبل التوبة عن عباده. وكذلك علينا بالدعاء بحفظ الأولاد من تلك الشرور، كما قال لوط رب نجني وأهلي مما يعملون. فمع انتشار الجريمة بهذه الصورة البشعة في هذا المجتمع، لكنه دعا وكانت الاستجابة فنجاه الله عز وجل وحفظه وحماه، والله عز وجل لا يضيع أهله. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.